كما تلاحظون العملية متواصلة لانتشال عاملين. إن شاء الله كل وسائل راهي مجندة، حماية مدنية الحمد لله، شرطة، درك، وسائل كبيرة من شركة كوسيدر المكلفة بإنجاز حادث في البناء. مع الأسف راح ضحية عاملين جزائريين. عمل البناء دائما عمل صعب، عمل صعب، عمل مجهود كبير، العمل ليل ونهار. كل هذا طبعا دائما يطلب العديد من التقنيات. اليوم كانت طريق وكان العمل يجري للمحافظة على هذه الطريق، مع الأسف كان فيه انهيار لهذه التربة، وكان العمال تحت الحائط الساند هذه اللي راكم تشوفوه مباشرة، كانوا تحتها يعملوا. مع الأسف وقع هذا الانهيار. الحماية المدنية وكل إخواني راهم هنايا قدروا يعني يسلكوا ضحيتين الحمد لله. عندنا اثنين ما قدروش مع الأسف، فأنا ننتظر العملية قريب إن شاء الله، ربي يرحمه.